في هذا الشارع من مديرية المنصورة العشرات من محلات الصرافة أغلقت أبوابها نتيجة اضطراب أسعار العملة صعودا وهبوطا، ويحمل الصرافون البنك المركزي مسؤولية عدم ضخ العملة الأجنبية التي تقتصر عليها التجارة الاستيرادية في البلد. السبب هو كله تضارب الأسعار واللعب بالأسعار من الصرافين بالأول والأخير، وما فيش رقابة من الحكومة أصلا مشان تابعوا الموضوع من للصرافين وموضوع البنوك، وكله يعني كله مخبوط زي ما يقولوا، كله زبادي بالخلاط. أسعار السلع تأثرت مباشرة، وهنا في حي السيل المركز التمويني للمواد الغذائية والاستهلاكية في عدن يشهد ركوداً وإغلاقاً لبعض محلاته وارتفاعاً مضطرداً في الأسعار. التاجر أصبح دولة، أقوى من الدولة التاجر أصبح، والصراف أصبح أقوى من الدولة، دولة مفقودة. تجار السيل الجملة يتكلم على العملة بالسعودي، العملة اليمنية يقول لك لا يمكن تقبل ولا يمكن نتعامل معكم فيها. الآن قلقوا المخازن معهم مليان، المستودعات مليان، تطلع عندي يقول له يا اخي نشتري منك مقاضي، يقول لك لا ما فيش قطعات عندنا، الصرف مرتفع الا مدري ايش، وضربوها اضعاف الاضعاف. المواطنون يحملون التجار والصرافين والحكومه على السواء مسؤوليه الازمه الاقتصاديه التي عطلت مصالحهم وفاقمت من معاناتهم المعيشيه. لا يعرف المواطن هنا الى اين تمضي به الاضطرابات المتزايده في اسعار العمله، وينتظر حلا عاجلا من الحكومه للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الخانقة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.